في الاول شفنا كيفاش جون سنو باستعمال الماء طول المبيانات وعلم الاحصاء كان عنده دور مباشر في القضاء على اوبئه الكوليرا اللي كانت كتجي لمدينه لندن، وكيفاش انه اثناء هذه العمليه ديال الاستكشاف غادي ينشا علم جديد باكمله، علم الاوبئه. في هذا الجزء غادي نشوفوا كيفاش بعض المفاهيم من هذا العلم ديال الاوبئه يمكن يساعدونا نفهموا افضل الاشطار في العالم ملي كنسمعوا في الاخبار على شي وباء بحال كورونا ولا H1N1 ولا ايبولا، وغادي نعرفوا المزيد على فوقاش نتخلعوا وفوقاش ما نتخلعوش وشنو نديروا. قبل ما نبداو، هذا الفيديو مدعومه من طرف مشاهدين بحالك اللي انت ولا انت تقدر تكون واحد منهم، واللي بفضلهم تمكننا لحد الان التغطيه ديال 88% من المصاريف الماتريال اللي تصوروا به فيديوهات هذه القناه. اذا بغيتي تنضم للعائله ديال المساندين هذه القناه كاين التفاصيل في patreon.com/najibm، الرابط كاين في الديسكريبسيون. دونك في هذه السيمولاسيون تخيلوا ان كل قرص ازرق هو شخص معافى، باش كيتصاب بالمرض كيولي احمر كيدوز مده مريض، واثناء المرض ديالو يقدر يدوز المرض للجيران ديالو اللي كل واحد منهم يقدر يدوزو للجيران ديالو. هي غادا هاد السيميلاسيون هي فقط تقريب غير من اجل ليلوستراسيون. مثلا عندنا هنا كل شخص يقدر يعادي فقط 8 ديال الناس للجيران ديالو، بينما في الواقع هذا العدد يقدر يتغير من شخص لشخص. مثلا شخص اللي دخل لشي بواط دو نوي ولا شي سوق ولا معبد ولا جامع يقدر يعادي عدد اكبر بكثير ديال الناس. فهاد السيميلاسيون غادي نركزوا على جوج ديال لي باراميتر اللي نقدروا نبدلوهم. كاين من جهه السرعه ديال الانتقال للمرض ولا سرعه العدوى، يعني العدد ديال الناس في المعدل اللي شي مريض كيعادي. مثلا شي واحد مرض بالرواح ولا بالجذري وتلاقى مع 9 ديال الناس، شحال من هاد 9 ديال الناس غادي يعادي؟ واش غادي يعادي 1 2 3 5؟ كاين امراض اللي عندها معامل ديال العدوى اللي هو كبير بزاف، بحال المرض ديال البوحمرون مثلا اللي كل واحد مرض به كيعادي في المعدل 15 ديال الناس. لحسن الحظ المرض ديال البوحمرون ما كيقتلش بزاف، الاغلبيه ديال الناس اللي كيمرضوا به كيبراو منه وكيكون واحد المناعه وما كيعاودوش يمرضوا به من جديد. الناس اللي عندهم مناعه غادي نرمزوا ليهم هنا باللون الاخضر. نسبه الموت من بوحمرون هي تقريبا فقط 0.2%. اذا غادي نبدلوا هاد لي باراميتر في السيمولاسيون وغادي نشوفوا كيفاش غادي ينتشر الوباء ديال بوحمرون. الوباء ديال بوحمرون فعلا هنا قتل بزاف ديال الناس، 30 ديال الناس، ولكن واخا الانتشار ديالو هو بسرعه رهيبه الاثر ديالو كتوازنوا واحد النسبه ديال الموت ولا ديال الهلاك اللي هي قليله نسبيا. الاغلبيه ديال الناس اللي مرضوا به براو ولاو خضر، يعني اكتسبوا مناعه. تخيلوا كون كان كل واحد كيتصاب بوحمرون كيموت، تما كانت القضيه غادي تكون فعلا حامضه. بين قوسين هنا يمكن لينا نشوفوا علاش التلقيح هو امر مهم جدا. هادشي يمكن لنا نديروه في السيميلاسيون هنا. مثلا اذا قمنا بالتلقيح ديال 50% ديال الناس، فقط غير 50%، ها هما دابا 50% ديال الناس خضر يعني عندهم مناعه من المرض. اجي نطلقوا اللعب، وكنلاحظوا ان الناس اللي ملقحين كيصنعوا حواجز اللي كتمنع الفيروس ديال بوحمرون انه ينتشر. التلقيح فقط ديال 50% ديال الناس هبط لنا الوفيات من 30 لجوج. صيفطوا هذا الفيديو للناس ديال الانتي فاكسر اللي المعادين للتلقيح واللي كيعرضوا الحياه ديالنا كاملين للخطر عن طريق الكسر ديال هذه الحواجز اللي كتحمينا كاملين. يمكن خاصنا نديروا عليهم فيديو وحده كامله اخرى. المثال الثاني اللي نقدروا نشوفوه هو المثال ديال ايبولا. ايبولا في هذه السيميلاسيون هو العكس ديال بوحمرون. ايبولا هو مرض اللي اذا شديته نسبه الموت ديالك تقريبا محققه تقدر توصل حتى ل 90%. اذا تصابتي بايبولا راك مشيتي فيها، ولكن في نفس الوقت السرعه ديال الانتشار ديال ايبولا هي هابطه بزاف المقارنه مع بوحمرون. كل شخص تعادى بايبولا كيعادي في المعدل فقط 2 ديال الناس من الاشخاص اللي كانوا قراب ليه. هذا الشيء غادي يجعل ان عدد الوفيات من ايبولا غادي يبقى محصور نسبيا. اذا اللي خاصنا نفهموه هو انه الى سمعنا على شي وباء خاصنا نحاولوا نعرفوا عليه هاد 2 ديال الحاجات، نحاولوا نبلاصيوها بالنسبه لهاد 2 ديال المعاملات، السرعه ديال الانتشار ديالو والنسبه ديال المصابين اللي كيموتوا منه. بوحمرون شفنا انه هنا سرعه الانتشار ديالو طالعه 15 ونسبه الهلاك ديالو هابطه 0.2%. ايبولا كاين هنا، شلل الاطفال كاين هنا، الجدري كاين هنا. الفكره هي انه كل ما قربنا من هذه المنطقه الامنه كل ما هانيه، كل ما بعدنا على هذه المنطقه الامنه وبدينا كنتوغلوا في مناطق اللي فيها الافوا انتشار سريع ونسبه هلاك كبيره كل ما القضيه كتحماض. ارى لينا دابا العائلات ديال الامراض اللي كيديروا الرواح ولا الزكام، نزلات البرد. كاين لي غينو فيروس كيسببوا الرواح الاعتيادي اللي تقريبا ما كيقتل حتى واحد. كاين عائله فيروسات الانفلونزا ولا لا غريب، فيها الانفلونزا الموسميه اللي كتكون قاسحه كتجي مع هذيك السخانه وكتفرتك بنادم، كتقتل كل عام مئات الالاف ديال الناس في العالم خاصه الناس اللي عندهم مناعه ضعيفه. وفيها انواع اخرى ديال الانفلونزا بحال الانفلونزا الاسبانيه اللي كانت سببت وباء في عام 1918 قضى على ملايين ديال البشر.
انفلونزا الخنازير اللي ماشي بعيده بزاف على الانفلونزا الموسميه. العائله الثالثه ديال فيروسات الرواح هي العائله ديال فيروسات الكورونا، حتى هما كيديروا الرواح الاعتيادي بحال لي غينوفيروس. الا كنتي مرتب الرواح كاين احتمال كبير انك ولا انك مرتب الفيروس ديال كورونا ديجا وبريتي منه عادي. فيروسات كورونا هي فيروسات حيوانيه اساسا، ولكن مره كيتطوروا، كترى لهم ليفولوسيون وكيتنقلوا من الحيوان وكيوليو يعاديو الانسان. كاين انواع من فيروس كورونا اللي الاصابه بها كتكون قاسحه، كتشبه لا غريب، السخانه والروينه، بحال سارس اللي كان ظهر في الصين ولا ميرس اللي كان ظهر في السعوديه، وكيتنقل الانسان من الجموله عن طريق الاتصال المباشر ولا شرب الحليب ولا شرب البول ديال الجمال. هذا النوع جديد ديال كورونا اللي بان في يوهان في الصين هذا العام مازال قيد الدراسه، ولكن التقديرات الحاليه ديال منظمه الصحه العالميه كتحطو تقريبا في هذا لازون. طبعا اللي كان بلوتو هنا غادي يكون اخطر من انه يكون بلوتو هنا، ولكن منظمه الصحه العالميه ما صنفتش المرض على انه وباء عالمي ولا بانديميك اللي غادي تهدنا كاملين. هو فقط مرض اللي كيحتاج الانتباه ديال انظمه الصحه في الدول المختلفه باش يتم الاحتواء ديالو. حسب منظمه الصحه العالميه الخطر جاي سورتو اذا المرض وصل للدول اللي عندها انظمه صحيه عيانه وما عندهاش البنيه التحتيه اللازمه باش تحتوي المرض. هاد المعاملات ماشي ثابته ويمكن الانسان يحسن منها ويهبطها. مثلا نسبه الهلاك من شي مرض نقدروا نهبطوها اذا لقينا ادويه كتعالج ولا كتكونترولي المرض، بحال اللي طرا مع وباء السيده ولا مع الامراض اللي كتسببها البكتيريا. وسرعه التفشي يمكن كذلك نقصوا منها بشكل كبير اذا فهمنا كيفاش كينتقل المرض، بحال اللي طرا في وباء الكوليرا اللي هضرنا عليه في الجزء الاول واللي ما عاودش رجع للندن بعد ابحاث جون سنو. ولا اجراءات بحال انك تعزل المصابين حتى يبراو لا كارونتين، ولا حتى امور اللي نقدروا نديروها حنا كاملين واللي تقدر تهبط هذا المعامل. في الفيديو السابق على انفلونزا الخنازير كنت هضرت على شنو يمكن لك دير انت ولا انت باش تتفادى الاصابه والنشر ديال الامراض من هذا النوع، سواء الانفلونزا ولا الكورونا ولا حتى الرواح العادي. هاد الامراض كاملين كيتلقنوا مع جراثيم اللي في قطيرات اللي كيخرجوا مع العطيس ولا في النيف اللي كيسيل. ما تقربش بزاف من واحد اللي فيه لا غريب. اذا كنتي مريض غسل يديك بالماء والصابون، عطس في مشوار ولوح المشوار، اذا ما كانش مشوار دير هكذا باش ما يبقاش الفيروس في اليد ديالك وتسلم على شي واحد وتنقلو له. اذا كنتي مريض ولا مريضه ارتاح لك شويه من المدرسه ولا من الخدمه، خليك في الدار حتى تبرى. اذا تزاد عليك الحال وخاصه اذا كانت المناعه ديالك ضعيفه، اطفال، رضع، شيوخ، نساء الحوامل، الناس اللي عندهم امراض مزمنه بحال القلب ولا التونسيون، شوف الطبيب ومرضنا ما عنده باس. واحد الحلقه سابقه سميتها تاريخ التواصل، كنا شفنا كيفاش التواصل ديال الملايير ديال البشر مع بعضياتهم هو ربما اروع حاجه اللي طرات الحضارة البشرية. ولكن هذه القرية الصغيرة اللي ولينا عايشين فيها، هاد الالاف ديال الطيار اللي كيمشيو من قنت لقنت في الارض، كيفرضوا علينا كذلك كبشرية اننا نتفاهموا بيناتنا باش يكونوا عندنا ميكانيزمات ديال الحكامة اللي نقدروا نتعاملوا بها مع مشاكل عالمية من هذا النوع. الاوبئة العالمية ديال جراثيم طبيعية ولا حتى جراثيم اصطناعية اللي تقدر شي دولة ولا شي جهة ارهابية تنشرها في الهواء، التغير المناخي، الخطر ديال الحروب النوويه، كلها اشكاليات اللي كتطلب حكامه وتنسيق على المستوى ديال الكوكب الارض كامل. كورونا غالبا ما غاديش تقضي علينا كاملين، ولكن كورونا، انفلونزا الخنازير، الايبولا هي نوعا ما تمارين اللي البشريه خاصها تعتبرها فرصه باش نترينيو بها، تمارين تساعدنا باش نعبروا ونحسنوا من النضج ديالنا كبراعم ديال حضاره كوكبيه. إذا نجحنا في التمارين وأسسنا الحكامة عالمية سليمة، تقدر الحضارة الكوكبية ديالنا تظهر وتتفتح. وإذا فشلنا في التمارين كاين احتمال أن المصير ديالنا يكون هو هذا.